بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على منكري فضائلهم وجاحدي آياتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتداء أود أن أشكر اللجنتين العلمية والتحضيرية على حسن الدعوة وكرم الضيافة، فضلا عن قبول مشاركة البحثية المتواضعة في هذا المؤتمر الكريم، مؤتمر الولاء والوفاء لأمتنا النجباء صلوات الله عليهم، لا سيما من أنعقد هذا المؤتمر لذكره وكلل عنوانه باسمه الإمام المهدي العدالة الإلهية الموعودة. سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يشمل القائمين على إنجاح هذا المؤتمر بعين رعايته لما بذلوا من جهود مشكورة، وأن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا، إنه سميع مجيب. وفي هذه الجلسة المباركة أود أن أقرأ على مسامعكم الكريمة ملخص ورقة البحثية، وها نحن نشرع في التفاصيل مستعينا بالله، متوكلا عليه، مستمدا العون من نبيه وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. إن مسألة الاعتقاد بالإمام المهدي الموعود والتبشير به حتمية قد أجمع عليها المسلمون، إذ رووا حديث النبي صلى الله عليه وآله في التبشير به، قال صلى الله عليه وآله: أبشروا بالمهدي رجل من قريش من عترتي، يخرج في اختلاف من الناس وزلزال، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. رواه ابن حجر الهيتمي المتوفى 974 في صواعقه، قائلا بعد ذلك بالإجماع على المسألة بالاعتقاد بالمهدي، نقلا عن أبي الحسن الآبوري محمد بن الحسين السجستاني المتوفى 363 للهجرة، وهو يعد من كبار محدثيهم، كان حافظا ثبتا مصنفا، قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وآله بخروجه أي المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملأ الأرض عدلا، انتهى. إذن المهدي متفق عليه بين المسلمين، إلا أنهم اختلفوا في تعيين نسبه وولادته وحياته، إذ تفرقت بهم السبل عن معرفة سبيلها القويم ومحجتها الواضحة، فاضطربت أقوالهم وتشتتت أفكارهم، فلم يعضوا على العلم بها بضرس إلا القليل ممن هداهم الله تعالى وأرشدهم إلى صراطه المستقيم، أعني صراط علي وآله الطيبين. الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا البحث قد سلكنا منهجاً استطعنا عن طريقه الإتيان بالقرائن المؤيدة لما جاءت به نصوص أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، والتي قد سردتها في مقدمة بحثنا المكتوب هذا، كما أيضا قد أوردتها في مقدمة المطالب، وذلك في تعيين نسب الإمام الحجة وولادته وحياته صلوات الله عليه. وها نحن نستعرض ذلك في طيات ملخص هذه الورقة في قسمين. القسم الأول أتناول فيه نقاط عدة. عنوان البحث جاء موسوما بولادة الإمام الحجة وطول عمره الشريف في ضوء كتب التاريخ والسير والأنساب والآثار. ثانيا، يتمحور موضوع البحث على تواتر النص على ولادة الإمام الحجة، مسلطين الضوء على جانب من تاريخ سيرة الإمام عليه السلام، وذلك فيما يختص بتواتر خبر ولادته الميمونة وطول عمره الشريف منذ سنة 255 للهجرة.
وكما تعلمون إن التواتر هو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، وقد فصلنا هذا المطلب في تمهيد سبقنا به مباحث هذا البحث. ثالثاً، أهداف البحث جاءت في أربعة أمور: أولاً، إثبات وقوع ولادة الإمام المهدي وحصولها جزماً، وإثبات نسبه أنه ابن الإمام الحسن العسكري عليهما السلام. الثاني، إبطال دعوى المنكرين لولادته وحياته. ثالثاً، الاستدلال على حياته وطول عمره الشريف بقرينة طول عمر غيره من الأنبياء والصالحين والمعمرين، وكما قال أهل العلم: إن أدل دليل على وقوع على الشيء وقوعه. الرابع، الاستدلال على ولادته ووجوده عن طريق وجود الآثار العمرانية، مثال كدار ولادته الميمونة في سامراء، وبعض مقاماته في البلدان كالحلة الفيحاء. وهذه الأهداف سيحققها الباحث إن شاء الله عبر علاجه لمشكلة البحث. رابعاً، مشكلة البحث استعرضها الباحث في أربعة نقاط: أولاً، إن هناك من المسلمين من يشكك في ولادة الإمام الحجة عليه السلام وحدوثها في منتصف القرن الثالث الهجري، أي سنة 255 أو 256، كأمثال ابن أبي الحديد المعتزلي الذي روى أو ذكر معلقاً على بعض فقرات كلام لأمير المؤمنين الذي أشار إليه به إلى الإمام الحجة قائلاً: إنه عندنا لم يخلق بعد وسيخلق. ثانياً، من زعم أن المهدي ليس من ذرية الحسين بل من ذرية الحسن الصبت، كأمثال محمد بن علي الصبان المتوفى 1206 للهجرة، حيث قال: ورواية كون المهدي، أي المهدي، من ذرية الحسين واهية. ثالثا، من زعم أنه عليه السلام قد توفي بعد والده بعامين، وأن الشيعة يدعون حياته، كمثال الذهبي المتوفى 748 للهجرة. رابعا، القائلين أن القول بطول عمر القائم عليه السلام من يوم مولده إلى هذا الوقت هو خلاف العادة والطبيعة، فلم تجري العادة بأن يبقى أحد من البشر هذه المدة الطويلة. وهذه المشكلات سيعالجها الباحث عن طريق منهج البحث التاريخي الاستردادي. خامساً، منهج الباحث الذي انتهجه في الإجابة على هذه الشبهات هو منهج البحث التاريخي الاستردادي، القائم على استرداد الماضي تبعاً لما تركه من آثار، ومن هذه الآثار الآثار الكتابية التي تكون وصفاً لحادث تاريخي أو رواية عيانية لهذا الحادث أو جمع للروايات والآثار المختصة بعصر معين كي يسترد حالة ذلك العصر كما كانت، حيث استعرض الباحث مراحل هذا المنهج في أربعة مباحث كما سيأتي في النقطة التالية. سادساً، مقدمة البحث ومباحثه. قدم الباحث مقدمة مهد فيها لفكرة الإمامة وضرورتها لنظام العالم الإسلامي على نحو الخصوص، آتياً بالشواهد القرآنية والنبوية وأحاديث المعصومين عليهم السلام، مبيناً اقتضاء الحكمة الإلهية ألا تهمل الناس بعد فقد نبيها صلى الله عليه وآله، بل يكون هناك من بعده 12 وصية لهم الولاية على الناس لتنظيم أمور دينهم ودنياهم. وهؤلاء هم علي أمير المؤمنين، ثم الحسن والحسين، ثم 9 من ولد الحسين. وقد جرى القضاء من الله تعالى في 12 من أئمة الهدى أن تجري فيه سنن الأنبياء الذين سبقوا نبينا، وذلك من خفاء المولد وطول الغيبة لحكمة منه تعالى يكون فيها التمحيص للخلق. وبذلك أخبر الإمام الصادق عليه السلام أصحابه قائلا: في القائم عليه السلام منا سنة من موسى بن عمران، وهو خفاء مولده وغيبته عن قومه. وفي حديث آخر:
هو الذي يشك في ولادته، منهم من يقول مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول حمل، ومنهم من يقول أن إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين، وهو المنتظر، غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون. أما المباحث فنتناول المبحث الأول، وفيه إثبات ولادة الإمام الحجة من كتب التاريخ والسير والأنساب في مطلبين. المطلب الأول ما قاله أصحاب التاريخ والسير في تحقيق ولادته، وإنه ابن العسكري، وكانت حصيلة ما انتخبناه من أقوال كبار المؤرخين وأصحاب السير 12 قولاً، 4 منها لأصحابنا الإمامية، و8 لمخالفينا من العامة. أما المطلب الثاني ففيما قاله أصحاب الأنساب في تحقيق ولادته ونسبه، وكانت حصيلة ما انتخبناه فيه من الأقوال 9 أقوال، 2 منها لأصحابنا الإمامية، و7 لمخالفينا من العامة. فيكون مجموع هذه الأقوال 21 قولاً، وسأأتي بشاهدين في المقام الأول للذهبي، وهو من كبار علماء العامة، ويعد من المعاندين الأشداء لمدرسة أهل البيت. يقول ضمن حديثه عن حال الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يقول ضمن حديثه عن تاريخ وفيات سنة 260، قال: أبو محمد الهاشمي الحسيني أحد أئمة الشيعة، وهو والد منتظر الرافضة، توفي إلى رضوان الله بسامراء في ثامن ربيع الأول سنة 60، وله 29 سنة، ودفن إلى جانب والده وأمه وأمه أما. وأما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة، فولد سنة 58، وقيل سنة 56، فلله الحجة البالغة. فالذهبي كما تعلمون من أشد المعاندين لأتباع مدرسة أهل البيت، وها هو يقر بولادة الإمام الحجة، فأقول لهم: فأينما تولوا فثم وجه الله. أحسن الله إليكم. الأمر الآخر، أستشهد بقول أحد النسابة وهو محمد أمين البغدادي الشهير بالسويدي، المتوفى سنة 1346 في سبائك الذهب، عند ذكره لعقب الإمام الحسن العسكري قال: محمد المهدي، وكان عمره عند وفاة أبيه 5 سنين، وكان مربوع القامة حسن الوجه والشعر أقنى الأنف صبيح الوجه. فوصف الإمام هذا عندهم دلالة على تواتر خبره وشياعه، بحيث تناقل ذلك الخلف عن السلف، وهذا دليل واضح. المبحث الثاني أستعرض فيه من تناول المبحث من رأى الحجة عليه السلام عند الولادة وبعدها، وذلك في مطلبين. الأول من شاهده عند الولادة وبعدها في حياة أبيه، وكانت حصيلة ما انتخبناه منها 4 مشاهدات، نقلا عن المسعودي والشيخ الطبرسي والشيخ ابن حمزة الطوسي. أما المطلب الثاني من شاهده في غيبتيه، وكانت حصيلة ما انتخبناه منها النموذجين من أصل 140 ما بين حديث وحكاية، نقلا عن الميرزا حسين النوري المتوفى 1320 في كتابه القيم النجم الثاقب في أحوال الحج الغائب، حيث خصص البابين 6 و7 من مجلده الثاني فيما يتعلق بأحوال الإمام الحجة في غيبته الصغرى، ومدتها 69 سنة، من سنة 260 إلى 329، والكبرى التي ابتدأت من سنة 329 وهي مستمرة إلى ما شاء الله، ومدتها إلى تاريخ كتابة هذه الورقة، أي سنة 1444، 1115 سنة. عجل الله تعالى فرجه وأكحل عيوننا بنور طلعته البدر. المطلب الثالث تناول الاستدلال على طول عمره الشريف بقرينة طول عمر الأنبياء والصالحين والمعمرين، وفيه مطلبين. الأول ما قاله أصحاب السير في عمر الأنبياء والصالحين،
وحصيلة ما انتخبناه من أقوال كبار المؤرخين سبعة من الأنبياء. المطلب الثاني في ذكر المعمرين من غير الأنبياء وحصيلة ما انتخبناه خمسة نماذج. المبحث الرابع تناول الأدلة المادية من الآثار العمرانية حيث تعد دليلاً مادياً على وجوده صلوات الله عليه، وقد أفدنا من كتب الرحلات التاريخية والسير والدراسات المختصة بتاريخ مقام الإمام المهدي عليه السلام التي حفظت لنا بمجموعها شيئاً من تاريخ الآثار العمرانية للإمام الحجة عبر القرون. ومن النماذج التي أتينا بها هو دار ولادته الميمونة في سامراء، وهي دار جده الهادي عليه السلام التي قد ابتاعها من دليل بن يعقوب النصراني حينما استقدمه المتوكل العباسي إلى سامراء سنة 243 للهجرة، وأيضا مقامه الشريف في مدينة الحلة الفيحاء، حيث أن أقدم تاريخ لتشييده هو القرن السابع سنة 636 كما ذكرته بعض المخطوطات العلمية. القسم الثاني أستعرض النتائج. توصل الباحث إلى تواتر الولادة وتحصيلها بالعلم الضروري عن طريق المشاهدات المحسوسة والمعلومة التي دونتها المصادر. ثانياً أهمية المبحث التاريخي القائم على استرداد الماضي تبعاً لما تركه من آثار. ثالثاً دور كتب الأنساب في التوثيق، إذ لا تقل أهمية عن كتب التاريخ والسيرة. رابعاً أهمية الأخبار والمشاهدات الحسية في الغيبتين الصغرى والكبرى، ودور علمائنا الأعلام في تدوينها في كتبهم، إذ تعد ثماراً للأجيال القادمة باعتبارها تراثاً دينياً له ارتباط وثيق بعقيدة الفرد المسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كذلك للأخ العزيز الأخير أستاذ منيف الفياض، أيضا لم يسلم من اللحن، وأنا أريد أن أصحح قضية برهانية. يعني قد يقع الباحث أنه يستدلون على طول عمر الإمام المهدي سلام الله عليه بعمر الأنبياء البقية. هذه الطريقة في الإسلام غير صحيحة. يعني عمر نوح عليه السلام ليس له علاقة بعمر الإمام المهدي سلام الله عليه. نوح شخص نبي له عمره 2500 سنة مثلاً، والإمام المهدي سلام الله ولد في سنة 255 ويبقى ما شاء الله تعالى. ربط قضية عمر نوح بالإمام المهدي ليست بهذه الطريقة، وإنما إذا أردنا أن نذكر نوح في مقام استبعاد العمر الطويل، مو في مقام عمر نوح دليل على عمر الإمام المهدي. الأدلة مثلاً يدعي المدعي أنه هل هناك شخص يكون عمره 1000 سنة؟ نأتي بشاهد نقول بعض الأنبياء أعمارهم 100 سنة، فهو أشبه بالدليل النقضي ونفي الاستبعاد. نحن بعد أن اطمأننا وعندنا دليل على عمر الإمام المهدي، نعم ستكثر هذه الإشكالات. فذكر عمر لا يكون قرينة حتى هذا المعنى، لأن القرينة يكون دليل على المطلب، وإنما استبعاد من يشكك بالعمر نأتي بأعمار الأنبياء أو أعمار المعمرين حتى في العصر الجاهلي كما صنع البعض، وهذا المقدار لا بأس به، فقط في نفي الاستبعاد وليس دليلا على طول العمر. هذا ما يعني مع الاعتذار يعني في خدمة الأخوة، وشكرا لكم. شكرا.